السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي مع حلقة جديدة من لعبة ترانسفورمر فورتيت فايت. هذه اللعبة لعبنا منها شمبارد، الآن نلعب بار جديد. هاي القاعدة مالتنا شايفين، وإذا رحنا من هنا ندوس السهم. البوتس مالي، البوتس اختصار روبوتس يعني الحاليين مالتي. فيتشر بوت تجي تتناول، نشوف نقدر ناخذه. كريم، نسوي له كريم. اوبن ولا كريستال، ابجريد. اوبتيمس برايم، انا مسوي له ابجريد. طبعا اذا سوينا ابجريد خليني لكم على شغله، ابجريد واحد لا تسوي ابجريد بنفسك. شوف هذا سمارت سيلكت ليفل اب، شايفين المربع الصغير، ادوسه وادوس ابجريد اخليه هو يسوي ابجريد. شايفين هو سوى ابجريد من احسن، انا بنظري على احسن يعني ابجريد اوتوماتيك. راح نروح المشين، طيب جاي اشوف الجواز انا. طيب حركة ترانسفورمر اوبتيمس برايم خصمي بوريجون. اذا تريد تعدل اديت سكواد من هنا، اذا ما تريد تعدل تقول له ستارت المعركة كونتينيو. طبعا هذا الكلام ما عليكم منه، كلام مجرد كلام يعني. اوبتيمس برايم ضد سايد وايد، اوكي. لودينج، أنا أحمل بداية المعركة. نكمل الفوز بسهولة. أوبتيمس فاير وايت فيكتوري. معركة ثانية، ايرون هيد اوبتيمس برايم ضد ايرون هيد.
ما اريد اصلح، ماكو ريبريشن، ما خسرت شيء. انا شايفين كلمة البير على اليسار، اذا تريد تصلح تدوسها. أيضاً هذا ثاني واحد يفوز عليه، ممتاز. كمل. باركيت. طيب. هل عندي إصلاحات؟ البير أنا ليفل 4 مثل ما أنتم شايفين فوق الخط الأصفر، بعد من ليفل 4 راح ألعب موند بليد. قبل هذا يرد بعد حسين، اوبتماس باين وايد. طيب روح لوراها، هذا البرول أوبتيموس باين ضد باركيت. عندي ريبير أوبتيموس باين ناقص شوية، شايفين 915 ناقص الخط الأزرق اللي على اليسار اللي جوا أوبتيموس باين، بس بعدني قوي ما أسوي ريبير ولا فايت. في المعركة أوبتيموس برايم إنجاز محقق، صعدنا ليفل 5 شايفين. فيكتوري ليفل 5 ميشن 4. ميشن كومبليت. الكب بات كب ريبولز. طيب ما هو لينكس، هو باك تو ماشينز او لينكس، خرج عن ماشينز. هاي المشن مالتها ايوه، لازم تكمل الشابتر وتحرك هاي، كمل الشابتر ما يخالف. ليفل 5 اوبتيموس برايم
نلعب مباراة واحدة بعد عدة سكوات. لا ممكن كده طبعا شايفين التطوير للطاولات تناسب لاين. خليتها 229 قوتها. الآن راح نلعب ضد برول. أيضا انتصرنا عطينا سبايم وين هذا الجواز كيف تقول المباراة الثانية. فايت شايفين خط الرصاصي طلع مع ربير لان انا ما خسرت من خوتي ما رسمت البان ولا شيء. ايوه توماس برايمون فيكتوري. مباراة نلعب بعد المباراة أنا بدي أقول شغلة يعني إذا أخذنا نظرة على الكتابة اللي جاي يعني نسوي لها سكيب ونطوفها راح أقرأ لكم شوية. يعني هو كلام تحدي مجرد كلام تحدي ما له معنى فليش نطوفها. يعني مثلا هذا الكلام I don't know who are you يقول لي أوبتيموس برايم يقول للفينكس يقول لي أنا ما أعرفك من أنت but I would advise you لكني أنا راح أنصحك to slow your roll إنك توقف يعني توقف هجومك وتتأنى ما تستعجل يعني. أوبتيموس برايم أيضا سترينجر ومين يو نو هاب يعني إحنا ما راح نشكل أي ضرر لك أيها الغريب. وي آر سيملي أون أ ميشن تقاطر بالسورس تربير أول شيء إحنا يقول إحنا بنشحن قاعد نجمع موارد نصلح سفينتنا فضائية يعني مهمة. فكلام متبادل بين فينيكس فينيكس رد عليه أول يعني راح أطوفه يعني ما كذا أطوف كذا. نمشي المعركة عندنا الآن نقص قوة اسمه وايد شوية 915 قوتي 800 إذا أريد ريبير أدوس ريبير ولا أقول له فايت. ايضا اقتبس برايم وين هذا كان عيد عبدالله حلقة تنبيهكم اتمنى تكونوا استمتعتوا فيها ويا اقتبس برايم باك تو ميشنز. نلقاكم في حلقات جديدة ان شاء الله باذن الله. هذا اخوكم ماجد.
وفيها مالنا.